أحييكم وإلى أبرز العناوين. استقبال رسمي للجربة في الخارجية الأمريكية. الأسد يسعى لولاية ثالثة على جثث السوريين. عدوان يدافع عن سلسلته. المعركة ليست طبقية، والهيئات الاقتصادية أنقذت الدولة. ريفي مستعد لتوقيف كرم خياط وإبراهيم الأمين إن طلبت المحكمة الدولية ذلك. رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة في واشنطن ومراسم استقبال رسمية له في وزارة الخارجية، والوزير كيري أكد دعمه ولكن من دون أسلحة. استقبال رسمي في الخارجية الأمريكية لرئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة الذي طرح نفسه أمام وزير الخارجية الأمريكية كممثل للمعارضة السورية المعتدلة التي تريد الحرية والديمقراطية ورفع ظلم بشار الأسد. كما قال: الشعب السوري يتطلع إلى الدولة الأكبر وصاحبة الدور القيادي في العالم، ونحن نتطلع للعمل معكم الآن وفي المستقبل، وهدفنا هو دولة مدنية تعددية ديمقراطية عادلة تعيش فيها وتستظل فيها الأكثرية مع الأقليات. الوزير كيري أكد من جهته على أهمية الاجتماع مع الائتلاف السوري كمعارضة معتدلة، مشددا على أهمية حفظ كل مكونات سوريا ولا سيما الأقليات. We are committed to do our part to support the moderate opposition in its efforts to provide a legitimate voice to the aspirations and hopes of the Syrian people. We have taken several steps this week to demonstrate our growing partnership with the coalition. And I look forward today to continuing our dialogue on the full range of our shared concerns in Syria, including putting an end to the violence, countering the regime, easing the humanitarian crisis, and building towards a day when we will see a truly representative government that is responsive to the needs of the Syrian people. الجربة يلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء في الكونغرس ليشرح أمامهم تطورات الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري. ميدانيا، يتواصل تطبيق اتفاق الهدنة في الأحياء المحاصرة وسط حمص، ويرتقب خروج الدفعة الأخيرة من المقاتلين بعدما تأخر ذلك نتيجة منع مقاتلين إسلاميين وصول مساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب. لا يزال 500 مقاتل معارض عالقين على متن 7 حافلات عند المخرج الشمالي لمدينة حمص ينتظرون خروجهم من هناك بعدما توقفت عملية الإجلاء بسبب عوائق لوجستية، كما أعلن محافظ حمص. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فأكد أن سبب توقف خروج الدفعة الأخيرة من المقاتلين هو منع كتيبة إسلامية مقاتلة دخول المساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في محافظة حلب. وبانتظار استكمال عملية الإجلاء يكون 80% من المقاتلين غادروا المدينة، ومنهم الحارس السابق لنادي الكرامة والمنتخب السوري عبد الباسط ساروت الذي لمع اسمه في قيادة التظاهرات، والذي أكد عند خروجه أن العودة إلى حمص قريبة. هذا النصر لنا كمان مثل ما نسب النظام نصر لنا المحاصرين، لنطلع نغذي حالنا، نشوف أهلنا، نرجع نبني حالنا من جديد، نغير ساحنا، نجيب الساحة نوعي، ونلم الناس الطيبين اللي بدهم يشتغلوا. ومثل راح أوجه رسالة لكل شي واحد كان بالحصار ولكل شي واحد مقاتل اللي حاربنا سنتين ونص لحتى طالعنا بهاي الطريقة، راح يحاربنا كمان سنتين ونص مشان ما نرجع على حمص وتكون محررة. في المقابل أكد محافظ حمص طلال البرازي أن وحدات الهندسة في الجيش تقوم بعمليات التمشيط وتفكيك العبوات الناسفة من أحياء حمص القديمة، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة إلى جميع الفعاليات التجارية للإسراع بإعادة هذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي من أجل إعلان حمص منطقة آمنة بحسب ما أعلن البرازي لوكالة سانا. وفي ملف الأسلحة الكيميائية السورية، أعلنت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد ألجاج وصول بعثة المنظمة لتقصي الحقائق عن مزاعم باستخدام الكلور إلى دمشق، وبعد لقاء مغلق مع أعضاء مجلس الأمن الدولي عن التطورات في عملية تدمير الأسلحة الكيميائية، دعت ألجاج دمشق إلى إنهاء مهمة نقل الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه يتعذر الوصول حالياً
إلى المستوعبات الأخيرة من الأسلحة الكيميائية، وهي عبارة عن 16 حاوية موجودة في موقع واحد لأسباب أمنية. ومن القاهرة، وبعد ساعات معدودة على الإعلان عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل للبحث في الملف السوري، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن السعودية طلبت إرجاء الاجتماع، وبعدما كانت السعودية قد دعت إلى الاجتماع للتباحث في الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع المأساة في سوريا، تأجل الاجتماع إلى أجل غير مسمى من دون إعطاء أي مبرر أو تحديد موعد جديد له. كشف وزير العدل أشرف ريفي أنه سينفذ من دون تردد طلب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حال طلبت منه توقيف الصحفيين كرم الخياط وإبراهيم الأمين المتهمين بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، مشددا في حديث إلى صحيفة ديلي ستار على أنه مع الشهداء وضد القتلة ومن يحميهم ويعطل العملية القضائية، وإذ شدد على أنه يؤيد العدالة وعلى ثقة بالمحكمة الدولية، طالب الجميع باحترام العملية القضائية والدفاع عن أنفسهم من خلال القنوات القانونية. فيما يستمر مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرته اللجنة النيابية الفرعية موضع اعتراض وتحركات احتجاجية قد تتصاعد في الأيام المقبلة، دافع عضو اللجنة النائب جورج عدوان عن المشروع مؤكدا أنه أقر بموافقة كل أعضاء اللجنة، رافضا تحويل السلسلة إلى معركة طبقية أو سياسية. نحن حرصنا بالأول على قصة التوازن بين النفقات والإيرادات، حرصنا بقدر الممكن أنه هالإيرادات ما تكون مأخوذة من الطبقات الغير ميسورة بشكل أنه نكون عم نعطيها من ميل ونصيبها من ميل تاني. أخطر شيء بواجه السلسلة أنه نحولها لمعركة بالأول طبقية. أنا جورج عدوان النائب في القوات اللبنانية، أنا بحزب 99.99 من أعضائه هن من الطبقة يلي هي طبقة غير ميسورة، معليش، بس بذات الوقت أنا بحزب ما عنده طبقية وبيعتبر أنه القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والمصارف هن بصلب نجاح لبنان وهن بصلب توفير المال ليدينوا الدولة يلي ما عرفت تدير أمورها. بعد الفاصل، مدرسة بين المقابر. ينتظر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عصرا في قصر بعبدة دفعة جديدة من التعيينات، فما هي المراكز التي ستطاولها التعيينات وهل من خلافات حول بعض الأسماء؟ الزميل بسام يضعنا في آخر الأجواء على هذا الصعيد. إذن بسام، هي جلسة تعيينات بامتياز. نعم ماريو، يعني هناك سلسلة طويلة من التعيينات التي يفترض أن تشهدها جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر هذا اليوم. أمام مجلس الوزراء مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات الرسمية ولا سيما في مناصب الفئة الأولى، وهذه المناصب هي مفتش عام للتفتيش المركزي، رئيس ومدير عام للمعهد الوطني للإدارة، مدير عام للصندوق الوطني للمهجرين، مدراء عامين لوزارات الاقتصاد والعمل والعدل، مدير عام للإسكان، ورئيس للمجلس الأعلى للجمارك. وقالت مصادر وزارية للLBCI إن التعيينات ستتم وفق الآلية الرسمية، أي أن كل منصب سيكون له 3 مرشحين ومن داخل الإدارة، وستتم مناقشة سيرهم الذاتية داخل مجلس الوزراء ليتم اختيار من هو مناسب منهم. ولم تسقط المصادر أن تشهد التعيينات في هذه المناصب تجاذبات داخل الجلسة لها علاقة بالأسماء على وجه التحديد. ماريو، شكرا لك بسام. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال باولو سيرا الوضع في الجنوب والتنسيق بين اليونيفيل والجيش في تطبيق القرار 1701 الذي لا تزال إسرائيل تخرقه بشكل شبه يومي. التطورات المحلية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي حضرت في لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ووزير الخارجية جبران باسيل في بكركي، وقد غادر باسيل من دون الإدلاء بأي تصريح.
في جديد بورصة الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، ترشيح لافت جديد. عضو الهيئة العامة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فؤاد المولى يعلن برنامجه الرئاسي. ترشحت سابقا لمنصب رئاسة الجمهورية 2008، أسمح لنفسي بمخاطبة الشعب اللبناني لأطمئنهم بأنه لا حوار ولا استراتيجية ولا انتخابات قبل تنفيذ المرحلة الانتقالية المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور اللبناني، التي تؤمن الأخوة والمساواة بين المواطنين اللبنانيين المسلمين والمسيحيين، واستحداث مجلس الشيوخ المنصوص عنه في المادة 22 من الدستور اللبناني، الذي يؤمن الحرية والعدالة بين الطوائف اللبنانية المسلمة المسيحية. حرصا على إنهاء ملف المهجرين ومعالجة ذيول الأحداث المؤسفة التي جرت بين القرى والمناطق اللبنانية ومنها بلدة بريح في الشوف، أصدرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني قرارا قضى بإخلاء المنازل المشغولة من قبل الغير في البلدة. وتقرر بحسب القرار تكليف الصندوق المركزي للمهجرين دفع التعويضات المستحقة للشاغلين، وتكليف مكتب العمليات والمهجرين قيادة منطقة جبل لبنان تبليغ هذا القرار وتنفيذه بالتنسيق مع دائرة الإخلاء في الوزارة وتسليم المنازل إلى أصحاب الحق وإعادته للحفظ. موظفو المالية يواصلون تحركاتهم رفضا لمشروع سلسلة الرتب والرواتب. بما أن تقرير اللجنة النيابية المكلفة إعادة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب يستهدف مباشرة حقوقهم المكتسبة، ينفذ الموظفون والعاملون في وحدات وزارة المال في بيروت والمحافظات إضرابا مفتوحا حتى تحقيق المطالب، بعيدا عن بنود التقرير التي يصفونها بالتخريبية. وهم نفذوا الجمعة مسيرة انطلقت من وزارة المال فالصناعة الشؤون الاجتماعية فالعدل. نريد سلسلة عادلة، ونريد إلغاء كافة البنود المسمات جوراً إصلاحية، نريد الغرامات، نريد الأعمال الإضافية، نريد كامل العائدات، نريد الإصلاح الحقيقي. لأنه صاروا 20 سنة بالمالية وموظفين على الساعة، خالين من أي ضمان اجتماعي. بتوجه للأستاذ نبيه بري، هو حركة المحرومين عنده، ونحن الشعب المحروم ينظر فينا. الخطر فعلا في المشروع وفق الموظفين والعاملين الماليين إلغاء الحافز لضبط المخالفات، إذ تنص المادة 24 على إلغاء كل اقتطاع لمصلحة القضاة أو الموظفين أو العسكريين أو المستخدمين من أصل الغرامات المفروضة على الإدارات والمؤسسات العامة مهما كانت تسمية هذه الغرامات، ما يعني بحسب المضربين تشجيعا على الرشوة وتشريعا لأبواب المخالفة، ولا سيما مع وضع سقف لإيراد الموظفين من الأعمال الإضافية. تلاميذ مدرسة مزرعة يشوع الرسمية يتنقلون بين المقابر، والوزير بوصعب تفقد المدرسة. صفوف مدرسية للروضة في قلب المدافن وبينها، هذا هو حال تكميلية مزرعة يشوع الرسمية منذ سنوات عديدة، والسبب لا أموال متوفرة لبناء مدرسة جديدة. الأطفال يدرسون في غرف كانت مدافن، وعند الاستراحة يلعبون قرب الموتى، وضع اطلع عليه وزير التربية عن كثب. كنت متوقع شوف شيء سيء، بس تفاجأت أنه كان اللي عم شوفه هو أسوأ من السيء. اولا جربت فوت على غرفه من هودي الصفوف، ما قدرت اقعد فيها اكثر من دقيقتين. ما بعرف كيف التلاميذ قادرين يقعدوا يعملوا حصص طويله بمبنى كان يستعمل مدافن للخوارني قبل، وبالمدافن اللي موجوده على يمينهم. ومنقول ما قدرنا نوقف من الريحه. الوزير لم يتحمل الوضع في المكان فانتقل الى مكان ابعد ليعد باخراج التلاميذ من هذه المقابر وادخالهم الى مدارس. بعتذر لكم انه ما قدرت اعمل معكم المقابله هونيك، ما قدرت اوقف دقيقتين. ما بسمح لحالي كوزير تربيه خلي تلميذ السنه الجاي يضلوا بهودي الصفوف. ما بعرف شو بدنا نعمل، ننقلهم على محل ثاني موقت؟ نحن عم نقعد انه المدرسه بدها تتعمر. ولكن ما موقف إدارة المدرسة والمعنيين في المنطقة من هذا الوضع؟ لنا من حارب ومن جاهد من 20 سنة، قدرنا حصلنا من البادية على أرض وضعناها من 10 سنين لوزارة التربية، وبعد الحد هلأ ما توفرنا أموال حتى نبني هالمدرسة. مشكلة كبيرة، يعني من 50 سنة 60 سنة
نحن صرنا مطالبين عدة مرات، مبدئيا انتقلت المدافن لغير مطرح. لم يتحمل الوزير الوقوف دقيقتين في المدرسة، فإلى متى سيتحمل التلاميذ الصغار؟ أكد وزير الطاقة والمياه أرتيور نازاريان في مؤتمر ملتقى أو في مؤتمر بعنوان ملتقى النفط والغاز ثروة لبنان الوطنية في المعهد العالي للأعمال أن الوزارة ماضية في كل الإجراءات كي لا يتأخر لبنان عن الدول المجاورة في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، كاشفا عن تمديد مهلة تقديم العروض إلى 14 من آب المقبل. الأمر الذي يشكل دافعا إلى استكمال دورة التراخيص الأولى دون أي تأخير حتى لا يكون لبنان بلدا متأخرا عن استغلال موارده البترولية بالنسبة إلى الدول المحيطة به والتي سجلت اكتشافات غازية. وبالفعل فقد أنجزت الوزارة دراسات إنشاء خط الساحلي الغاز الساحلي بطول 174 كيلومتر والذي يمتد من طرابلس حتى سور، الذي يشكل عمود الفقري لمنظومة البنية التحتية للغاز والطاقة في لبنان. تتابعون بعد قليل عقاب بيرلوسكوني مواساة مرضى الألزهايمر. خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا سجلت في السعودية لترتفع حصيلة الوفيات بهذا الفيروس إلى 126 شخصا من أصل 463 مصابا في المملكة منذ أيلول 2012. وقد طلبت وزارة الصحة السعودية تعاون خمس شركات عالمية لإنتاج الأدوية لإيجاد لقاح ضد كورونا، وهو من سلالة فيروس سارس المسبب للالتهاب الرئوي الحاد والذي أدى إلى وفاة 800 شخص في العالم عام 2003. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القرم للمشاركة في احتفالات يوم النصر على ألمانيا في مدينة سيباستوبول القاعدة التاريخية للأسطول الروسي في البحر الأسود وفق ما نقلت وسائل إعلام حكومية روسية. وكان بوتين قد أشاد أمام الجنود وقدام المحاربين في الميدان الأحمر في موسكو في استعراض عسكري شاركت فيه قوات ودبابات ومنصات إطلاق صواريخ ومقاتلات، أشاد بالدور السوفيتي في هزيمة الفاشية في الذكرى السنوية للانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية، وقال إن أولئك الذين هزموا الفاشية يجب أن لا يتعرضوا للخيانة. في تحرك يرجح أن يؤدي إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية، يمضي الانفصاليون الموالون لروسيا في خططهم لتنظيم استفتاءات الأحد حول الاستقلال في كل من دونيتسك وسلافيانسك، فيما أعلنت كييف مضيها في العملية العسكرية شرقي البلاد. الإصرار على الاستفتاءات على الرغم من طلب الرئيس الروسي إرجاءها دفع الكرملين وفق الناطق باسمه إلى تحليل الوضع من جديد، فيما رأى الاتحاد الأوروبي أن إجراءها سيزيد من تدهور الوضع في أوكرانيا. أما كييف فوصفت الدعوة إلى إرجاء الاستفتاءات بالمهزلة، مشيرة إلى أن موسكو تنفذ سيناريو شبيها لذاك الذي جرى في القرم شبه الجزيرة التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء لم تعترف به كييف والدول الغربية. بدأ رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني تنفيذ عقوبة تقضي بقيامه بأعمال للمنفعة العامة مدة عام بعد الحكم عليه في قضية الاحتيال الضريبي، فوصل صباحا إلى مركز متخصص لمصابي الألزهايمر في بلدة سيزانو بوسكوني، وقد نزل بسرعة من سيارته أمام مدخل المبنى ولم يدلي بأي تصريح لحوالي 100 صحفي جرى إبقاؤهم على مسافة بعيدة نسبيا عنه، فيما هتف نقابي متنكر بزي مهرج تمكن من التسلل إلى الداخل على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بيرلوسكوني إلى السجن. ختام النشرة، إلى اللقاء.